السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. مرحبا متابعين دار السنينة ومرحبا بالمشتركين الجداد. تنتمنى ان هذا الفيديو من خلال هذا التطبيق ديال هذا التنبات يكون فيه افادة لكم. التطبيق ديالو كيف ما تلاحظوا سهل. هاد الاضلاع ديال هاد الاف عملتهم 4 دقائق وتنمشي بشكل متوازي مع بعض مع بعضياتهم، يعني 4 دقائق من بعد 4 دقائق وتمشي بها على نفس الاطار. يعني التطبيق ديالو سهل. الدرع الاخر اللي تحت من هاد الاف هو اللي تمشي فيه فقط ب3 دقائق، ثم باقي تمشي به كله 4 في 4. بالنسبه للاف الدرع الاضلاع اللي في الجانب وفي الافق في الفوق ب4 دقائق، وهاد الضلع الوسطاني مشيت فيه ب3 دقائق. التطبيق ديال هاد الرشمه سهل ولكن الشكل النهائي تيطلع رائع كما لاحظتوا. فنخليكم مع التطبيق. تتمنى ان فكره هاد التنبات تروقكم، فهي فكره سهله ولكن الشكل ديالها رائع. ممكن تطبقوها عندكم في قفيطين، في جلابه، ايضا في عبايه، تجي رائعه. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. ما تنسوش الا عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، بارطاجيو مع الاصدقاء، وشكرا وبالتوفيق للجميع.